تسجيلات الجبالي. تسجيلات الجبالي. تسجيلات الجبالي بإدارة أمجد الجبالي. جبالي. ريكوردين جبالي. دار اللي فيها الوالدي دار الجميع يا محلى صدر الوالدي صدر الدفا لولا جوا البيت ما كان الربيع ولولا وفاها ما عرفت وين الوفا لولا حنان الأم يا دارك تضيع يا ريتها تضل شمعة وما تنطفى الله يا الأم إن أمنتها عالسر سرك مات بيا إن أمنتها عالسر سرك مات بيا أنت الدواء لجروحها وانت الشفاء كل ما نخيتها تقف وقفي عالسريع مثل الأصيل وما بتطعن بالكفا الله يا الأم لا تبيعها للذيب ولا للقطيع اوعى أمك الله يا الأم صارت على السبعين وعمرها لفا وكل ابن لفا يا محلى الوالدي يا مطيب لبنغة الضحت عمرها كله لبنغا قلب دارنا وقوت لبنغا عليها اللبن تعجن والتراب يا يما يا يما يا يما أنا مسافر يا أمي ودعيني انقليني بحنانك ارحميني بعطف الأم اترضي علي ولا تبكي يا حنون بتوجعيني أنا مسافر يا أمي ودعيني انقليني بحنانك ارحميني بعطف الأم اترضي علي لا تبكي يا حنون بتوجعيني للجيران وديني تحية عن الأصحاب ابقي طمنيني كل ما تسألك عني ابني ابنك وين عنوانه اعطيني الي لراح سافر يا بنيتي ما بعرف وين حملة السفينة بعد ما راح
الطيف وقد أجاني أجاني بصوت بغز السفينة. أهلا وسهلا أبو أحمد نايف رئيس البلدية، تحية كبيرة يا مرحبا شرفت. خاطرك يمي وإيدي على ثمي، الله يا أمي يا مصعب الفرقة يا مصعب الفرقة ويا مجمل اللمي يا أمي. الله يا يمه تتذكرينا يوم كنا صغار قل نقعد ونلعب على ابواب الدار، كبرنا يا امي طول المشوار. الله يا يمه يا مصعب الفرقه ويا مجمل اللمي. يا يما وعلى المدرسة لما بقينا نروح الخبز والزعتر بعطره يفوح وتندح علينا بصوت المبحوح وتضمنا على صدرها ضمي. الله يا أمي مصطفى يا مصطفى يا مصطفى. يا يما يا يما يا يما يا أجمل من السنديان العالية يا يما يا طيبي يا طاهري يا غالي. الله تعلمت الوفاء منك يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما. الوفاء انت الوفاء محتاج يما يا يا يما
وفا منك يا يمه يا يمه وفا انت الوفا محتاجة شمه يا يمه يا يمه خلينا كلنا مع بعض نستقبل